السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه النهاردة يا جماعة؟ بقى احنا خرجنا فقلت اصور لكم جولة كده حلوة نكسر الروتين اللي احنا فيه. فاحنا خرجت مع اخويا، رحنا عند العبد فقلنا ناكل ايس كريم. زي ما قلت لكم بقى بحب كده اخوكم معايا في الجولات اللي انا بعملها، وهوريكم دلوقتي الاماكن اللي احنا رحناها. يعني رحنا عند العبد كلنا ايس كريم، وبعد كده رحنا الكافيه قعدنا فيه شوية، وكان في مراجيح وكده فقعدوا يتمرجحوا وشربنا حاجة. وبعد كده بقى ايه، مش عايزة احرق لكم بقى بقية الفيديو، يلا خليكم معانا بقى شوفوا احنا رحنا فين. الناس المتابعيني بشكركم جدا، الناس بقى اللي مش عاملة اشتراك وبتتفرج عليا كده ما بتحطش لايك، حطوا لايك بقى واعملوا لنا اشتراك عشان عايزين نوصل ل1000. كلكم طبعا عارفين ان قناتنا التانية سرقت وكان فيها فانز كبير، ودي قناتنا الجديدة وجنة وتوتة معايا، يعني معايا في القناة بتاعتي دي، يعني عشان قناتهم اتسرقت. دلوقتي يا جماعة احنا عند العبد اهو، فكنا بنختار ايس كريم. على فكرة الحتة اللي قدام العبد دي حلوة، يعني بتبقى طراوة كده بالليل وبتبقى جميلة، وكمان يعني حلوة تتمشوا فيها. فدلوقتي احنا بصوا بنختار الايس كريم اهو، في نكهات كتيرة نكهات مختلفة، كل واحد بقى اختار الحاجة اللي هو عايزها. احمد اختار بالمانجا وانا اخترت بالشوكولاتة كده. بعد كده يا جماعة بقى رحنا الكافيه، كنا عايزين نشرب قهوة وكل واحد طلب مشروب، وكمان فيها العاب فري مجانا يعني من غير فلوس، فقلنا نودي العيال الصغيرين دول يتمرجحوا فيها. كان معايا بقى اولاد اخويا اهو، ايلين ومحمد ومسلم، لو انتوا شايفيني دلوقتي وحشتوني جدا جدا. والجنة قاعدة بقى مقضية قاعدة تتمرجح، وعلى فكرة قعدوا يتخانقوا جامد على المرجحة دي بالذات، قعدوا يتخانقوا عليها اوي، يعني سابوا المراجيح كلها وقعدوا يتخانقوا على دي، مش عارفة ليه. عايزة اقولكوا حاجة، ان المرجحة اتقلبت بالجنة، وجنة كانت هتقع بس ملحقتش اصور. يا خسارة. هنا بقى احمد وجنة وتوتة مقضينا صور، زي ما شايفين كده احمد الصور جنب اللي هو الطباخ ده، وجنة وتوتة واحمد الصور برضو مع بعض زي ما انتوا شايفين كده عند النافورة، ومقضينا صورين. احنا دلوقتي بقى داخلين الماركت خير زمان. يلا استنى يا احمد. احمد ايلين هشتري ايه؟ احمد حمود هشتري ايه؟ بص انت كنت عايز في الشوكولاتات دي. بص لينا هتشتري ايه يا محمد؟ انا لسه بفكر. لسه بتفكر؟ طيب تعالوا نروح معاهم الناحية التانية. تعالى يا احمد. جنة تشتري ايه يا جنة؟ لسه مفكرتيش؟ مقررتيش؟ طب هات يا احمد. اشتريت ايه؟ وريني كده. هتشتري ايه يا بطل؟ بس هاتي باسكت وحطي الحاجة اللي انت عايزاه. عايز ايه؟ انت مش عارفة انت منى ايه؟ بس 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 اشتريهم بقى شوية شوكولاتات كده وظبطي الدنيا. وعايزين شوكولاتة؟ طب خدي يا جنة، جابت لك اهو. يلا يا جنة هاتي باسكت صغيرة، مش حطي فيها وخلاص، ودي دلوقتي واحدة صغيرة. جبتوا ايه؟ جبتوا جبن؟ جبتوا ماشي خلاص. هجيبوا حاجة تانية يا جنة؟ عايزين حاجة تانية؟ جبنا حاجات للعشاء. محمد العفن في بيت؟ في بيت في البيت؟ ده بيت بلدي؟ طب خدي الزيتون وحطي في الباسكت. دلوقتي بقى يا جماعة هسيبكم مع الكواليس بدون مونتاج وبدون حذف، وهتشوفوا العيال على طبيعتهم وهما بيتخانقوا وهما كمان ماشيين مع بعض، وده كله بدون مونتاج وبدون حذف. استني يا جن، استني يا جن، قلت علينا عشان هنجيب حاجه. ايه جنة هات لنا بيبسي في عروض. شوف انتوا هنا بس في عايزين جبن. ماما انا اشتريت دي. ماشي حطها دي روحي اسأله قول له دي بكام. لا احنا هنحاسب دلوقتي، حطوا بس الحاجات دي، حطوا الحاجات دي كلها واحنا هنقول نشوف هي بكام. عايزه ايه؟ عايزه مخللات؟ عايزه ربع زيتون اسود عشان اعمل بيتزا.
ها خدتوا كل اللي انتوا عايزينه ولا ايه؟ اندومي. لا اندومي لا اندومي. فاطمة لا. بلاش اندومي. لا مش هجيش. لا ما تجيبوش اندومي بقى انت، احنا الساعة واحدة بالليل. لا مفيش اندومي بالليل. يلا بس وريني يا محمد اشتريت ايه. واحنا يا جماعة جبنا كل حاجة، احنا جبنا في كيسة مع تبارك وكيسة مع جنة. تعالي يا جنة، تعالي تعالي تعالي، اقفوا جنب بعض، اقفوا جنب بعض كده على الحاجات اللي انت. تعالي يا تبارك، تعالي يا توتا، يلا